السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة هي الواجهات في مبادئ الرسومات التنفيذية. ايه اللي هحتاجه في الواجهة، او ايه اللي انا اتعلمته والمفروض هيظهر معايا في الواجهة، سواء في التصميم او الانشاء المعماري، سواء الفكرة، التشطيبات، الفتحات، التشكيلات اللي موجودة في الواجهة، خامات البناء، الاسقف والارتفاعات بتاعتها، الفروق، الارتفاعات اللي بينها في اكثر من سقف، المناسيب بتاعت الأدوار المختلفة، علاقة الأدوار ببعض، عناصر التصال الرئيسي اللي أنا هطلع بيها، يعني إذا كان في فروق في ارتفاعات الكتل. وزي ما قلنا النظام، بقية العناصر اللي هستخدمها أكتر في الواجهة دي هتبقى إن شاء الله في مادة التصميمات التنفيذية بإذن الله. أما بقى مراحل رسم الواجهة، أول بند عندي لازم يكون في إسقاط الواجهة واتجاه النظر. لازم اراعي الاسقاط، خط خط لكل دور، فيلا دورين، مبنى دورين، يبقى اراعي الاسقاط بتاع كل دور، مين البارز ومين الغاطس فيه، اسقاط كل الخطوط اللي موجوده معايا. وزي ما قلنا احنا كنا الصح ان احنا نبتدي القطاعات الاول عشان ناخد منها الارتفاعات، بعد ما اكون عرفت الفراغات الداخليه للمناسيب اللي جوه المبنى واقدر اعرف احدد الارتفاع الصح منه، وبعد كده ابتدي ارسم الواجهات. فأول حاجة في الرسم أحدد أنا أنهي واجهة هاخدها، والواجهة ديت كام دور، واتجاه النظر، النظر النظام دي واجهة المدخل، فألف المسقط اللي موجود معايا وأسقط العناصر الموجودة. ده مثال لشكل اللوحة بتاعة الواجهات. دول واجهتين في لوحة واحدة، باين في خرطوشة يمين في جدول تشطيبات الواجهات. ايه جدول تشطيبات الواجهات ده؟ الخامة اللي أنا هنفذ بيها الواجهة، الخامات اللي بشطب بيها، وتظهر في اما شكل معين وعليها رقم زي اللي موجود في الواجهة الامامية، في اكتر من معين ومكتوب عليهم التشطيب جوه المعين ده، رقم 1 2 3. ابص على رقم 4 مثلا، كسوة بلاطات، كسوة بلاطات، واجهة رقم 3 كسوة طوب حجر، رقم 7 كسوة رخام، هتلاقي ترسم المعين وجوه الرقم. ابص في جدول التشطيبات ايه نوع الكسوة. اللوحة ممكن تاخد واجهتين اتنين، باين فيها من شكل كل لوحة. لو نبص على اللوحة الشرقية، الواجهة الشرقية والواجهة الأمامية، يعني في اسم اللوحة موجود، باين ايه برضو، باين اللوحة الواجهة الأمامية ان فيها المحاور اللي ظهر معايا ألف ب حروف. الواجهة الشرقية اللي باين فيها 4 8 7 6 5 أسماء المحاور، يبقى معنى كده دول مش واجهتين قدام بعض، دول واجهتين جنب بعض، عشان أنا شايف المحاور يمين، يعني شايف المحاور مرة أرقام ومرة حروف، يبقى دول كده واجهتين جنب بعض. ايه تاني استفدت من الواجهة دي؟ بلاقي إن في خط الأرض واحد مستوي، بلاقي إن في أبعاد يمين وشمال الواجهة، بلاقي ان في المناسيب اللي هي برضو كانت موجوده في محاضره القطاع. مرحله الواجهه اسهل كتير من القطاع، نفس المطاليب بتبقى موجوده بس ابسط، لان مفيش طبقات، مفيش موضوع ابسط في الرسم كتير. بس من جهه الابعاد الخارجيه، لا الابعاد الخارجيه واحده سواء في الواجهات او في القطاعات. ترقيم المحاور برضو نفس الفكره. لو تلاحظوا في الواجهه الاماميه في زي مستطيل اللي هو معمول داش، اللي هي كانت موجودة في المسقط، كان اسمها ايه؟ التفاصيل. بحط مربع مشطوف داش، وممكن يكون دايرة، وبعمل عليه سهم واكتب التفصيلة دي ايه، وبقسم الدايرة نصين، فوق رقم التفصيلة، تحت رقم اللوحة اللي فيها التفصيلة دي اللي هتتكبر بعد كده بمقياس رسم 1 لـ2 وممكن 1 لـ1. مقاس اللوحة بمقياس رسم 1 لـ50 ممكن يشيل وجهتين اتنين. ابتدي اقرب لشكل الواجهه، يا ترى ايه اللي متحقق فيها. تلاقي برضو في زي تشيك ليست موجوده معايا، برضو بتزيد وتقل، تزيد او تقل حسب المشروع نفسه. البيانات اللي موجوده فيها بترتيب ما بنفذ، بترتيب ما برسم، برسم خط الارض، خطوط بتاعت مناسيب الادوار، وبعد كده اسقط المحاور اللي الواجهه نظره ليها، وبعد كده اسقط الخطوط الواجهه الخارجيه عشان احدد ايه نوع الادوار اللي موجوده معايا، وبعد منها ابتدي اسقط الفتحات، عشان لو اسقط كل الخطوط مره واحده تلاقي الخطوط زحمه مش هقدر اقرا
الواجهة بسرعة او اقدر ارسمها صح. بعد ما بخلص الفتحات ابتدي اسقط السلالم، في واجهة مدخل قدامي، لا يبقى انا اشوف واجهة السلالم بعد كده. اسلوب الفتح، ارسم الفتحات واسلوب الفتح. اسلوب الفتح لو تلاحظوا ان على الشبابيك في زي مثلثين كده موجودين معايا مرسومين دوت، ده بيقول لي ان الباب كده مفصلي، سوري الشباك او الباب كده مفصلي. مفصلي يعني ايه؟ دي مكان المفاصل المفصلات والراس السهم، الراس المثلثات ديت هي مكان اتجاه الفتح. وفي كتب تانية او مراجع تانية بيكون السهم بالعكس، دي صح ودي صح. في اللي بيشاور ان راس المثلث بيكون بيشاور عند الاقرة، وضلعين المثلث بيشاور عند المفصلات، دي صح ودي صح. بس الاكيد يا باشمهندسين انت توحد اللوحة كلها، ما تبقاش شوية كده وشوية كده، لان احنا كده مش هنقدر نفهم النموذج. ولو الضرفة ثابتة قدامنا بنكتب يا اما اللوحة بالانجليزي نكتب حرف اف يعني فيكسد، يا اما حرف ف، يا اما الدوتات بتاع على الفتحة كلها برسم اكس كده عليه. تمام، معنى كده ان الفتحة دي سوليد، ولو هي الشباك ده برار انا برسم نص سهم، سهم رايح في اتجاه ده سهم رايح في اتجاه ده، دي الفتحات. التفاصيل اللي هي تفاصيل الترتيب نفسه، لو انت عملت فيه حجر، لو انت عملت فيه احواض ظهور، اللي هي الحلية اللي موجودة يعني الحليات اللي حوالين الفتحات، المناسيب على الواجهة زي عند لو عند السلم المفروض ان انا اعمل زي سهم منسوب، والمناسيب اللي موجودة يمين وشمال الواجهة، ايه تاني موجود عليها، اماكن ورموز القطاعات. دي الواجهة المفروض لو في قطاع موجود معايا هتلاقيه برضو مار ويترسم سهم زي ما كان موجود في البلان، ونقول ان في هنا واتجاه النظر عشان لما اجي ابص عليه يبقى انا فاهم ان القطاع مر في الحتة دي من الواجهة. وخطوط الابعاد الخارجية بيقول 2 و2، يعني هي ممكن يعني اللي هي تفصيلي وكلي. ورموز التشطيبات اللي احنا قلنا ان احنا نعمل معين ويبقى فيه جدول تشطيبات، وكتابة اسم الواجهة اللي هي كلمة الواجهة الامامية او واجهة واحد واجهة اتنين اللي هي كنا بنرسمها في المسقط الأفقي، رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة. فاحنا ممكن نكتب رقم واجهة رقم واحد الواجهة الأمامية أو واجهة المدخل، بس نكتب الرقم معاها والإطار بتاع اللوحة والبيانات. نعمل زوم أكتر، الأول شوفنا اللوحة كلها، بعد كده شوفنا واجهة، بعد كده نشوف تفصيلة كده في الواجهة. لو قربنا منها شوية هيبتدي يظهر معانا، ظهر معانا المحور بقى واضح أكتر، واضح ان اللي ورا كده من محور واهي واو، دي كده كتلة السلم اعلى من بقية المبنى، في معين واحد ومعين اتنين معين تلاتة. ايه المعين ده؟ ده التشطيب بتاع الوجه اللي هو رمز تشطيب الوجه، يبقى معنى كده اللي كان موجود في خرطوشة اللوحة في السلايد اللي قبل دي اتنين سلايد كان في جدول تشطيبات وفي رقم وكان بينه التشطيب ده. فانا كده لو عند الرقم 3 اروح ابص على رقم 3 افهم ايه التشطيب اللي كان موجود على الوجه. ايه ظهر تاني معانا لما كبرنا؟ شكل الفتحات ظهرت اكتر، التفاصيل بتاعت الفتحة، وظهر الاتجاه بتاع فتح الابواب زي باب المدخل اللي موجود معانا، وباب الشبابيك اللي موجودة في واحد الشبابيك اللي هي المستمرة القرش الطويل ده، والمناسيب باين او المنسوب البلاطة وهي من فوق لتحت، بلاطة على ظهر الخرسانة، يبقى معنى كده دي ظهر بلاطة سطح بتاعت السلم، واللي تحت منها اللي هي 795 دايرة متهشرة لتحت لأن هي فوق الأرض بالموجب بوحدة المتر زائد 7.95 متر. الدايرة اللي بعد منها 64 بالموجب بوحدة المتر متهشر لتحت، والدايرة مركزها ماشي في خط التشطيب. الاتنين المنسوبين اللي قبل منها كان على الخرسانة بس لان هو ظهر بلاط السطح، لكن 64 ده منسوب تشطيب الدور الاول، اللي تحت منه في منسوب 60، منسوب 60 ده منسوب دور الارضي، اللي تحت منه منسوب 0. منسوب الدور الارضي يا اما اعمله خط واحد يا اما ارسم الطبقات بتاعة الدور الارضي اللي هي فيها خرسانة عليه، انا ممكن استغنى عنها وبرسم خط واحد بس. ازوم اكتر، ايه بقى اللي بيتبان في التفاصيل؟ طريقة كتابة الابعاد،
لو تلاحظوا كمية الحليات اللي كانت موجودة في الواجهة هنا كتيرة جدا، نظام ان الدروة نفسها اللي هي بارتفاع متر مقسومة 40 مسافة أفقية وبعد كده 45 سنتي كورنيش، وفي 91 سنتي دي المسافة بين الكورنيش لغاية الدروة بتاعة المبنى معايا يا جماعة، وبعد كده 119 دي ارتفاع الدروة بتاعة الدور بتاع الدور الأول، وبعد منه 45 اللي هي ارتفاع الكورنيش. التفاصيل زادت أوي، فبقى ساعتها تفاصيل الحليات دي خطوط التفاصيل ديت بالأبعاد بتاعتها. ايه المستطيل اللي هو خطه نقطتين؟ ده مستطيل بتاع التفصيلة، ان الحتة دي او الحلية ديت في الدروة بتاعة سطح المبنى دي ليها تفصيلة في لوحة، تفصيلة دي رقم 7 في لوحة رقم 11، دايرة مقسومة نصين متوصلة بالإطار اللي هو مرسوم داش، ممكن يكون مستطيل ومشطوف كده يعني مكرف كده، وممكن يكون دايرة صريحة دوت. لما بعمل سهم رقم وبعمل عليه معين رقم 4، عشان انا مش هعرف احط المعين دوت على الحلية، الحلية دي صغيرة اوي، يا اما اقوم حطاها على الواجهة على طول. ايه الخطوط الكتيرة اللي ظاهرة معايا هنا برضو في الواجهة لما زومت عليها اكتر؟ دي خطوط اسمها خطوط عراميس. عراميس ليه؟ المسطح بتاعي دوت، يا اما انا عاوز اعبر عن طراز في الوقت دوت، فخطوط العراميس دي مطلوبة معايا في الواجهة، يا اما المسطح دوت اكبر من 3 متر اللي هو عرض الادة اللي هيساوي لي المسطح، فبالتالي ايه اللي هيجرى؟ مش هقدر اساوي السطح دوت، الادة دي بتبقى الومنيوم او خشب، اقدر اساوي السطح بعد ما يتعمل مرحلة البياض اللي هي المحارة يعني، مش هقدر اساوي السطح دوت. فانا بعوضها بايه؟ ان انا لو قسمت الفراغ دوت وعملت فيه عراميس فاصلة بينهم اقدر اساوي كل مسطح لوحده، ده يا اما الطراز يا اما عشان اعرف طراز معماري يعني، يا اما عشان اعرف اشطب السطح. بنفتكر دي نفس المناسيب اللي اتكلمنا عنها في القطاع، ادور على الشكل، اوحد الشكل اللي انا هستخدمه في اللوحة، سواء هو دايرة او سهم او سهم وطالع منه شرطة. بس نفتكر برضو ان السهم طالع منه شرطة ده ما كانش اسود كده، ده كان بيبقى متهشر من فوق، وبرضو زائد او ناقص انا فوق الارض ولا تحت الارض، وبوحدة الواجهات والقطاعات زي ما بقول القطاع، انا باخد برسم القطاع الاول عشان استنتج شكل الارتفاعات اللي موجودة معاه، لان انت لو انت جيت تسقط الواجهة ممكن تنسى ان المبنى على منسوب مثلا زائد 90، فلما تيجي تعمل الجلسة بتاعت الشباك تعملها 90 دي من الصفر، لا هو 90 من جوه الفراغ، ده السبب اللي بيحبذ يعني ان احنا نرسم القطاع الاول بعد كده ناخد من الارتفاعات. ويا ريت في المشروع بتاعك برضه يا ريت كلهم يكونوا على خط واحد، لو عرفت توزع اللوحة بتاعتك ان تكون القطاع والواجهات على خط واحد ويكون فيها اكتر من خامة، باين من شكل الواجهات اللي موجودة معايا اتجاه الفتحات، التشطيب بسيط، باين الشباك الضلفة والضلفتين، المناسيب، كل التشيك ليست متطبقة عليهم. ولو خدت فيه خامة بحاول اخلي الخامة دي هي اللي موجودة على الواجهة التانية المقابلة ليها. ايه البلان ده؟ لو تلاحظوا البلانين بين الواجهة الواجهتين، البلان لف عشان اعرف اسقط منه الواجهة بتاعتي. هتلاحظوا ان في واجهة فيهم محاورها 1 2 3 4 والتانية ارقام، لان دي الواجهة اللي جنبها مش الواجهة المقابلة ليها اتجاه النظر بتاعي. ده مشروع طالب المطبق نفس طبعا الخطوط بس بتاعته مش واضحة شوية، اللي كانت اللوحة بتاعته بالرصاص، خطوط الأرض، مناسيب الأدوار، المحاور، حدود الكتل، بعد كده تفاصيل الفتحات، التشطيب بتاع الفتحات، الأبعاد الخارجية، المناسيب الخارجية يمين وشمال، تشطيب الواجهة، رسم في صورة معين، المعين محطوط 1 2 3، واحد بالنسبة له اللي هو سفل بياض حجر صناعي، 2 بياض، 3 طرطشة بلون رمادي أو طرطشة مسطرة، أيا كان الخامات اللي هيحطها. انا ليا في الاخر هو ازاي يقرا اللوحه صح. لوحه تانية او الواجهه التانية برضو باين يعني نفس الترتيب هو هو بتاع التشيك ليست، وباين كتله السلم اللي موجوده معايا، باين الكتله البارزه بتاعه التراس اللي موجود اللي هي الدوت فوق، بصوا يا جماعه عند جنب السلم محور اف ناحيه اليمين،
هتلاقي فيه كتلة بارزة اللي كانت دوتت في المسقط الأفقي ظهر لي هنا كتلة بارزة. السلم مش باين في الواجهة هنا، لكن عشان فرق الارتفاع، يعني الواجهة اللي أنا باصص عليها دي المفروض الأوتلاين بتاع الفلان مش باين فيه السلم، لكن السلم ارتفاعه أعلى، عشان كده ظهرت الكتلة معايا اللي هو في محور اي دي. ركز في موضوع الإسقاط، يعني تاني بند عندنا اسمه إسقاط الواجهات، تالت نقطة عندنا إسقاط الواجهات. لما أجي أسقطها أركز كل حاجة ارتفاعها ايه، يعني ممكن تكون في كتلة هي موجودة ورا لكن أعلى، فبالتالي هتظهر معايا إسقاط الواجهات. زي مثلا الكتلة الدوتة اللي موجودة يمين محور اف، دي كتلة بارزة مش باينة في البلان أصلا في الدور، لكن باينة لي في تاني دور. تمام، برضو بنفس الفكر والتشطيب والبيانات يمين وشمال والمناسيب واتجاه الفتحات. نفتكر المشروع بتاعنا، احنا كده محتاجين وجهتين، اكيد وجهة المدخل الرئيسية هتكون معانا، وممكن تكون اي وجهة تانية جانبية. مش هينفع طبعا الوجهة المقابلة عشان هتكون بنفس العرض ومفيش عائد منها. وتاني حاجة، اغلب الوجهة ديت مطبخ، دورة مية، غسيل ايدي، مش هتكون وجهة كويس. فيحبذ وجهة المدخل واي وجهة تانية، يا اما من ناحية السلم يا إما من ناحية حمام السباحة، بمقياس رسم 1:50، وبيكونوا على نفس خط لما نرسمهم يرسموا على نفس خط الأرض، يكون خط أرض واحد. هتلاحظ المرة دي لما نرجع تاني نفس قائمة المراجعة، هتلاقي إن تقريبا الواجهات والقطاعات أقرب ما يكون لبعض، الفرق بس إن نسبة مفيش التهشير بتاع القطع بتاع البلاطات، يعني مفيش البيانات بس بتاعت البلاطات، لكن هي نفس التشيك ليست تقريبا. نفتكر ان اللي احنا في تاني مرحلة دلوقتي اللي هي مرحلة الواجهات، قبل ان هما بس يكون في اتنين على خط واحد. عرفت تحط التلات اسقاطات بتاعتك اللي هي القطاع والواجهتين جنب بعض ماشي، عرفت تحط الواجهات هي اللي على خط واحد برضو تمام. دي التكبير بتاعت لوحة زميلكو، كلهم على خط واحد. التشطيب ممكن يكون ساعتها المربع بتاع التشطيب دوت او جدول التشطيب يكون هو واحد بس، لان نفس الرقم يمين هو شمال، ما انا مش هحط تشطيبات على واجهة بجنب والمبنى نفس المبنى الاقي تشطيبات مختلفة تماما، لا بيبقى هو جدول واحد بس. وتلاقي رقم 3 اللي موجود في الواجهة ناحية اليمين هو رقم 3 اللي موجود في الواجهة ناحية الشمال. خدت الارتفاعات منين؟ خدتها من القطاع اللي موجود معايا. ده مثال لمشروع تاني برضو، بفكركم ان بس اللي اوت يا ريت يكون فوق يمين، يعني اللي هو وجهتين على خط واحد والقطاعين برضو على خط واحد، عشان اخد منهم السمك واخد منهم الارتفاعات يكونوا مع بعض. المحاور افتكر حاجة بس، عشان اللوحة ديت المحاور بتاعة القطاع بتطلع من ناحية واحدة بس، في دكاترة بتبقى عايزاها من فوق أو من تحت، هو الأكيد إنها تكون من ناحية واحدة بس، ما ينفعش أحطها من فوق ده. يعني اللوحة اللي موجودة معانا هنا ديت فيها مشكلة إن المحاور تطلع من جنب واحد بس سواء فوق أو تحت، ويفضل إنها تكون من فوق. شكرا، السلام عليكم.